بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا. الداعي الحاج عبد المجيد فضل العلي من قرية كويكات في قضاء عكا بفلسطين، تبعد عن الحدود اللبنانية أكثر شوية من 20 كيلومتر. ولدت عام 1936، يعني الآن أنا أبلغ من العمر 88 سنة. كانوا اليهود يهجرون أو ينقلون من مكان إلى مكان بناء على خطة مرسومة أنجلو صهيونية، ما لهم بلد حتى يكونوا مسؤولين من أي بلد، لأنهم شذاذ آفاق قطاع طرق، هم وعلى رأسهم بريطانيا ومن ساندها في الحرب العالمية الأولى. كل 10 سنين كان يصير فيه تبديل، وكان يصير فيه هجرة وتهجير من قطعان وشذاذ الآفاق إلى فلسطين، أرض العرب والمسلمين. هاي الدفعات كان يصير في عليها اعتراضات من الشعب العربي الفلسطيني، إنه شو عم تعملوا أنتوا؟ يعني شو عم بيجيبوا شذاذ آفاق، تعطوهم أرض مش إلهم وتطردوا شعب من أرضهم وممتلكاتهم؟ لذلك مع بدء تنفيذ الوعد كانت بداية النكبة. يعني بقول لك النكبة إنه سنة 48 هي قبل 48 النكبة. فلما وصلنا ل 1948 أعلنت بريطانيا إلى الوعد البريطاني بالانسحاب من فلسطين يوم 14 مايو 1948. كنا في بلادنا آمنين كباقي شعوب العالم. ولما جاء دور البدء بالمعركة، كان البدء في الجهة الجنوبية لفلسطين في يافا وقضاء يافا. بريطانيا حلفائها عدوا اليهود بمختلف أنواع الأسلحة تدريبا وتعليما وإمدادا. كنت أبلغ من العمر 12 سنة 1948، مع أني لم أكن أعرف شيء عن السياسة، إنما لما وعي الواحد لما كبرنا ومارسنا شؤون هالحياة هاي عرفنا كيف شو المؤامرة وأصل المؤامرة والمشتركين في المؤامرة والموافقين على المؤامرة. وعلشان هيك صرنا نستقبل زوار مثل حضراتكم لنحكي لهم شو صار معنا بهالمؤامرة اللي أدت إلى احتلال فلسطين وتهجيرنا من أوطاننا. اليهود كانوا أقلية بالأول، ما كانش لم يكن للوجود أصلا لليهود في فلسطين وليس لهم تاريخ في فلسطين. وعبر التاريخ يعني لفترة بسيطة وجد اليهود في فلسطين، يعني حتى أنهم حاربوا الأنبياء وقتلوا بعض الأنبياء وحاولوا قتل أنبياء آخرين. مع أني كنت طالبا في المدرسة، لكن علمنا من الأخبار أن هناك حربا قامت في جنوب فلسطين في يافا وقضاء يافا. وصل الاحتلال إلى مدينة عكا، فيومها أرسلوا زعماء اليهود خبراً إلى القرى القريبة منهم ومنها قريتنا كويكات، على أساس ابقوا في أرضكم ومنتعاون معاكم ومنعيش سوا سوا. كان الرفض القاطع بالرضا إنه يصير في تهجير ويصير في احتلال لغير أهل البلد. كان التهجير بدأ من الجنوب إلى الجنوب وإلى الشمال وإلى الشرق، يعني من يافا كان اللجوء إلى غزة وقضاها، ومن شرقها إلى الأردن، ومن الشمال إلى لبنان وسوريا، يعني سوريا تشترك بالشمال والشرق. وهكذا كنا من الفريق الذي خرج إلى لبنان. كان الهجوم على قريتنا ليلة 1 رمضان موافق 1948، واللي بيعرف بالنسبة لرمضان في سحور رمضان وإفطار رمضان في مدفع القضاء، هو اللي يعني يرسل الصلخات وقت الإفطار ووقت السحور. فأول قذيفة مدفعية ضربت على كويت كانت تر، فالناس تصايح يا فلان اصحوا، مدفع السحور ضرب، صاروا الناس يفيقوا بعضهم انه يلا قوموا صاروا وقت السحور. لما تتالت الضربات عرفوا ان هناك هجوما يهوديا على القريه. مين اللي كان مستعد للدفاع عن القريه؟ اهالي القريه. للاسف الشديد لم ياتيها مدد ولم يكن له مساعده بالدفاع عن الاحتلال الاجنبي لقريتنا وسواها من القرى والمدن. خروجنا الى لبنان بالنسبه لقريتنا كويكات، كان في عندنا رجلين، رجل اسمه علي محمد النابلسي وابنه محمد علي صالح النابلسي، متزوجين من قريه العباسيه في قضاء صور. فلاجل المعرفه فضلوا انه يكون انتقال من كويكات إلى العباسية في قضاء صور، وهكذا كان. حضرتك طلعت ازاي؟ يعني طلعت ساعتها دخلوا البيت عندكم وزردوكم، ولا قبل ما يوصلوا كنت انتم اضطريتوا تمشوا ولا؟ لا، هم قلت انا سابقا قلت انه بلقوا بضرب المدفعية. ايوه، وبعدين دخلوا ضرب المدفعية عن بعد قبل ان تصل الدبابات والقطع الحربية الثقيلة. كنا بالبيت مثل الناس، يعني فكروا انه السحور، وقامت الناس بالسحور. كان اليهود يقوموا بمجازر بالشعب الفلسطيني.
فلأجل هذه المجازر اللي قاموا فيها ضد الشعب الفلسطيني، خافوا أهل البلد أو كبار القرية أهل البلد إن يصير في بلدنا مثل ما صار في غيرها من المجازر، فقرروا إبعاد النساء والأطفال والرجال الكبار في السن والنساء الكبيرات في السن. وهكذا خرجت، يعني كان لي من عمر 12 سنة وأنا كبير إخوتي، أنا حتى ما يعني حضرتك وقت المدفعية لما اتضربت الأهل قرروا إنه خلاص يلموا حاجتهم وطلعتوا على طول؟ لا، ما يطلعوا على طول، طلعوا على القرى اللي بجانب قريتنا. طب أيوة، خطوة بخطوة يعني. خطوة بخطوة. ليش؟ لأنه كان في قرية كفر يسيف، قرية سكانها نصارى، ولم تكن الحرب قائمة بين النصارى واليهود وقتها، وبين وقرية أبو سنان وسكانها دروز. وخرجنا من قرية إلى قرية كما تفضلت، حتى خرجنا إلى لبنان عن طريق قرية رميش. خرجنا إلى قرية أبو سنان لمدة أسبوع، كان في جيش الإنقاذ جاي على أساس ينقذ الشعب الفلسطيني من الاعتداء، فللأسف الشديد لم يستطيع فعل أي شيء، يعني لم تأخذ المسألة أكثر من أسبوع. إجا ابن عمي على كفر يسيف مطر ما نحن، ومعه جملين، الجمل يعني موضب للتحميل، وجمل عليه صندوقين خشبيين كبار. الصندوقين الخشبيين الكبار يعني صندوق حطوا فيه بنتين من خواتي، والصندوق الثاني واحد من خواتي وواحد من ولاد عمي. وأنا اللي كنت يعني واعي في السن، ركبت على ظهر الجمل، كان أمامي ابن عمي محمود عمره سنتين ويعني بضعة أشهر، من خلفي ابن عمي علي عمره 8 سنوات. خرجنا من أبو سنان على طريق جت، الطريق إلى جت وعرة. الجمل اللي كنت راكبه عليه أنا وخواتي وولاد عمي، ففي المرة الثانية أو الثالثة انقطع حزام الجمل ووقعنا أرضا. لما ذهبت إلى القدس وسط أبو ترانشكور. جميل. طب حضرتك إيه رسالتك للشعب الفلسطيني اليوم؟ أقول لهم يا أهل فلسطين وأيها العرب، لا تخافوا ولا تجزعوا، يكفيكم عيبا صبرا صبرا، أمواتكم شهداء عند الله سبحانه وتعالى، لهم الرحمة والمغفرة، والجرحى والمرضى ندعو لهم بالشفاء التام، ونسأل الله سبحانه وتعالى النصر لشعب فلسطين ومن يساندها، أن يخذل اليهود وأمريكا ومن يساندهم يا رب. شكرا يا عم. كما ونحن في أرض لبنان يعني نشكر اللبنانيين بكل فئاته. وجودكم بركة بيناتنا. ريتك بركة. ريتك تسلمي. طبعا أنا آسف على التطويل، ولكن يعني عمري في حياتي ما